ساعدي، قاعدة قياس معيار الحقيقة، هل الحقيقة تكمن في الدين، معرفة الذات وبالتالي معرفة الله؟ هل توصيف التقليد على أنه تخلف ولا يعطي الإنسان حقه الحقيقي؟ هل بناء المفهوم يقوم على غياب الضمير؟ قبول الانحطاط والتمرس، قبول النتيجة المؤسفة المدمرة للوعي، للأسس للانتماء الإنساني والمجتمعي والوطني، مخطط خارجي أدواته داخلية، سيناريو محكم وتمثيل محترف، جمهور حاضر غائب عن الوعي، فراسة مخدرة. هل حان الوقت لكي نستفيق؟ مسرح أرضه غنية، تصفيق عبثي، نهاية مدمرة لأبشع أنواع الفنون اللا إنسانية. أعزائي المشاهدين، ثلاثة أنواع من البشر تجدهم في سباق الحياة، أحدهم يراهن على السباق والآخر يكون في الميدان متسابقا، أما قلة هم المتفرجون الذين يمعنون النظر والرؤية إلى ما يحدث على أرض الواقع. الدكتور حسن حمادي المفكر والمؤرخ والكاتب السياسي هو من هذه القلة النادرة، صاحب مقولة لا مدنية حيث لا دين. أعزائي المشاهدين، يسعدني عبر شاشة نور الشرق ومن خلال برنامج بين المفيد والمستفيد أن أرحب وإياكم بالدكتور حسن حمادي. أهلا وسهلا دكتور، شرفتنا. شكرا على حضورك. شرف لي. الله يحفظك. أنت دائما تردد عبارة لا مدنية حيث لا دين، كيف توفق بين هذا المفهوم وكونك علماني حتى النخاع الشوكي كما تقول؟ طبعا أكيد لا مدنية حيث لا دين، هيدي يعني قاعدة فكرية أؤمن فيها إيمان كامل وتعلمتها، لأنها مش مني الأمانة، هي تعلمتها من لما كنت طالب بصفوف التكميلية من الدكتور فريم بعلبكي، هو اللي شرح لنا إياها وتعلقت فيها لأنه كتير اقتنعت فيها. كنت بعدني يمكن سانكيام هيك شيء، سيزيام مش أكتر، ايه هيك شيء. فاقتنعت فيها ومع الوقت طبعا تكرست وثبت انه هي صحيحة لسبب بسيط، لانه لا يوجد اي نظرية فكرية فيها الكمال الموجود بالنظرية بين الزوجين اذا جاز التعبير الدينية، لسبب بسيط، لأنه إذا أخذنا المسيحية نجد بأنه هذه النظرية هي عبارة عن سلوك السيد المسيح، يعني صحيح. في تلازم كامل ما بين النظرية والممارسة، صح، يعني نظرية وتطبق تجسيد فعليا. طبعا تجسيد المفاهيم من خلال السلوك، يعني صح، وصولا للعطاء الأكبر يلي هو الشهادة، يعني فلذلك يعني درب الجلجل هو لم يكن بيكنيك يعني ولا رحلة سياحية أبدا، فهيدي لذلك ما في نظرية بكمال النظرية الدينية وتحديدا النظرية المسيحية، لأنه مثل ما قلنا أنه في التكامل الأمثل ما بينها كنظرية وبين السلوك، يعني تطبيق، وطبعا هي تشكل تحدي لأي إنسان، لأنه ليس من السهل أن يكون الإنسان مسيحيا، يعني شغلة بحالة بدها كفاح متواصل وصراع متواصل لعملية الترقية الروحية والنفسية والعقلية، ودائما دائما دائما لا يمكن أن تتم الترقية بالحكي، صحيح، هي مسألة سلوك قبل كل شيء. لذلك أعتبر نعم لا مدنية حيث لا دين، لأنه نرى نحن في عالم متوحش، عالم سلم القيم فيه
سلم مادي بالكامل، صحيح، عالم حروب ومشاكل وقتل وتسلط وهيمنة وكذا وكذا وكذا، لأنه لا يوجد دين، لأنه الدين وكأنه الدين هو القانون الإلهي اللي ينحط على الأرض. إيه طبعاً أكيد، شو لكان يعني هذا اللي قوانين بيميزه الإنسان عن لا قوانين تكفي. البشر؟ يعني عرفتي كيف؟ لذلك قوانين البشر هي تنظيم لعقدهم وأمراضهم وكذا، صحيح. بيجربوا ينظموها، ويقوم هذا التنظيم على قاعدة واضحة المعالم جلية اسمها الكذب، على المصالح، على الكذب. طبعاً 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 طبعاً، لأنه عندك يوحنا بولس الثالث، يوحنا 23، عرفتي كيف؟ بيحكي عن عملياً الحقيقة الروحانية، هي تقوم تجعل النظام الاجتماعي يرتكز إلى أربع قواعد: الحقيقة، العدالة، المحبة، والحرية. هودي أقرب ما يكون، أشبه ما يكون بالأقانيم التي لا يمكن فصل واحد منها عن الآخر. فيك تفصلي إذا بتشيلي واحدة منها، إذا بتشيلي العدالة عاد بسلامتك بالمحبة، عاد بسلامتك بالحقيقة، عاد بسلامتك بالحرية. وأيضا إذا شلتي الحرية، وأيضا إذا شلتي الحقيقة، صح، فهودي متكاملين. هذا هو نظام يعني الاجتماعي يلي يقول في الدين، لذلك نقول لا مدنية حيث لا دين. فاللي حاصل بعالمنا، عالم التوحش الذي نحن فيه، أن الدين غير موجود، يعني أو بالأحرى الحقيقة غير محترم، يعني معرفة الإنسان لحقيقته لذاته. إيه إيه نعم نعم. وأيضا الحقيقة بمعناها العملي اليومي، لتبدأ بقول الحقيقة. عرفتي كيف؟ مثلا عند الموحدين بتبلش بصدق اللسان وحفظ الإخوان، بتبلش بصدق اللسان، صح، فضيلة تبدأ بصدق اللسان. فكل هيدي تتناقض مع قوانين التعامل بين البشر كما هي سائدة. لذلك الإنسانية رايحة إلى حتفة، ولا ينقذها إلا العودة إلى الدين. طبعا هيدي لا تتطلب إيه، لأني كعلماني لعظام عظامي، يعني خاع الشوكي، أؤمن بذلك. يعني ما في، لا أرى تناقض على الإطلاق أبدا، ولا بأي شكل من الأشكال. يعني عم نشوف هون العلمانية هي أفضل من التدين والزي الدين بمحل معين، من دون ما يكون في هالإيمان الحقيقي بعدالة الله سبحانه وتعالى. هيدي مسألة بترجع على مدى صدق الإنسان مع حاله ومع غيره، مع عملته لذاته طبعا. زي بيقولوا الدين معاملة بين الناس، مش هيك؟ صحيح. فبدي يكون فيها قاعدتها الأساسية هي الصدق. يعني طيب، هاي الحقيقة اللي إذا فينا نحكي هي أول بداية الهيكلية، هالحقيقة بس بتتضمن معرفة الإنسان لذاته، إنه هو خير وبيرجع لربه، ولا كمان إنه عنده مصالح أيامات ممكن يعمل أي قانون ضمن مصلحته ويأذي غيره؟ إيه، هيديك صرنا بموضوع آخر. الحقيقة هي اللي عم نحكي عنها، هي الحقيقة اللي مثل اللي لا يمكن أن تفصل عن العدالة، لا يمكن أن تفصل عن المحبة، لا يمكن أن تفصل عن الحرية. هذه أقانيم مربوطة ببعضها، ما فيك تفصليها. لذلك هي لا، هي دائما بحالة تجسد، إن لم تتجسد فهي غير موجودة. انتبهتي كيف؟ يوم مسألة التجسد، حتى لي
ما أنسنا شوي صح. حتى اللي نفهمها أكثر لمسألة التجسد. لأنه بالنسبة نحن كبشر مخلوقات محتاجين نشوف صح، بحاجة للرؤية ونشوف ونلبس، عرفت كيف؟ فلذلك هون أهمية التجسد يعني. صحيح. شو طيب النقد هون النقد البناء، إذا فينا نعتبر من إنسان لإنسان، أو لازم يكون من هيئة معينة عندها صفاتها. هيدي البشر إلى علاقة هيدي بالتنظيم الاجتماعي، عرفت كيف؟ بالتنظيم الاجتماعي بتقديري إنه يعني لازم الاقتباس في أن يكون من المبادئ السامية للدين. شرط يعني من الدين يحتكر. من خلال السلوك دائما، يعني دائما، لأنه الحكي والشو اسمه الدعوة الكلام ليس فيه فضيلة يعني. صح. السلوك فيه الفضيلة، السلوك لأنه السلوك هو تجسيد وحالة تجسد أيضا. تجسد القيم كيف بتكون؟ عبر صح. السلوك يعني. عبر السلوك وعبر البشر. لذلك بعدنا عم نقول إنه السيد المسيح يعني سلام لما يعني الدرب الجلجلي ما كانت رحلة سياحية، هذه بدها تكون واضحة يعني. صح. يعني ما فيها أي راحة، ما فيها إلا العذاب 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 عن البشر. ويعني البشر إذا ما انتبهوا لهالشيء هذا يعني بيروحوا لحتفهم، صحيح. طبعا لذلك فعلا لا مدنية حيث لا دين. شوفي الوضع اللي نحن فيه، هو بيعبر وبيعطيك الجواب عن هالشيء هذا. طلعي بالعالم، طلعي بمحيطك المباشر لتوصلي للعالم كله، طلعي. مش طبيعي هذا الشيء. صح. شيء معيب هذا. صح. هذا شيء، هذا توحش فظيع الشكل. لذلك بدأ معرفة الذات شغلة صعبة كتير، هذا كفاح كبير طويل كبير كتير كتير كتير. لذلك فلنذهب مباشرة إلى ما هو متجسد أمامنا. شو هو؟ السلوك. صحيح. يعني مثلا رحنا للقرآن الكريم، ما في دعوة إلى الإيمان أبدا. بيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صح، في سلوك. إذن سلوك صح. عمل الصالحات، إذا ما في عمل صالحات باي باي، كلام عن الإيمان هذا. لأنه الإنسان شاطر أنه يفتي ودائما كيف ما برمتي بتسمعي حكي عن صح. الإيمان يعني. طب أين السلوك؟ بيخافوا من السلوك، تركوا بالبيت. فهيدي شو اسمه طبعا. دكتور حسن، هل ما تقدمت به الذي يدفعك إلى التمسك بالفقه الفاتيكاني؟ يعني هل شيء هيدا هو اللي خليك تتمسك بالفقه الفاتيكاني اللي تتكلم عنه؟ بتمسك طبعا بالفقه الفاتيكاني، بالشيء اللي بقتنع فيه يعني، مش على عماها لا أبدا، بالأشياء اللي بقتنع فيها يعني، خصوصا منذ 1891. قبل 1891 لا، أنا ما لا يعني لي شيء الفاتيكان أبدا. لماذا 1891؟ لأنه بداية شيء اسمه إعلان ما درج على تسميته العقيدة الاجتماعية للكنيسة. حلو. فهون أهمية شو اسمه، بحب مثلا من وحي ذلك بس سلط الضوء على فكرة بسيطة يلي بيحكي عنها يوحنا بولس، عفوا يوحنا الثالث والعشرون، لأنه يوحنا بولس الثاني قوي جدا. إنه طابع لما بدي استشهد بيوحنا بروح ليوحنا بولس دغري، لأنه هذا أساسا قديس واثنيناتهم قديسين. صحيح. فلا بحكي هون يوحنا الثالث والعشرون، بيحكي عن وجوب محاربة الظلم.
هذا وجوب، هذا إلزام. صحيح. إلزام محاربة الظلم، بيجوز السكوت عنه، محاربة الظلم والانتصار عليه، هذا واجب على الإنسان. لذلك لا مجال، يعني ما في مجال. صحيح. يجب محاربة الظلم. الظلم اللي بيحكي عنه بولس السادس كمان، البابا العظيم اللي كتب عن تلقي الشعوب، شغل من أحدى روائع الفكر الإنساني الاجتماعي. تلقي الشعوب، وتروح تلقي الشعوب، عن الديمقراطية، الديمقراطية الاقتصادية. حكي كتير العالم ديمقراطية، ما في ديمقراطية بس تصل للاقتصاد صار موضوع آخر وكذا، ببلش حفلة الكذب يعني. صح. والنفاق، مثل عنا الوضع، مثل عنا وعند غيرنا أيضا. هذه شغلة بالعالم كله للأسف سائدة. لا، ديمقراطية بتكون اقتصادية. ديمقراطية صح، ما في، عرفتي كيف؟ ما فيك تحارب إنسان بلقمة عيشه. طبعا، وبدها تكون مستندة إلى هودي الركائز، القواعد الأربع. صح. عرفتي كيف؟ الحقيقة والعدالة والمحبة والحرية. والحرية، هودي المتلازمين مع بعضهم. هذا اللي بيجعل إنه بعد الفكر الديني مزدوجين، واللي إجا سناد فقهي من خلال الأطروحات الملازمة لما درج على تسميته وبحق العقيدة الاجتماعية للكنيسة، لا أرقى من أي فكر آخر. يعني هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. محاربة الظلم، محاربة الظلم، يعني وكأنه الله سبحانه وتعالى ما بيريد إنه، يعني ما حينزل للناس يحارب الظلم، هو رح يترك ناس تحارب الظلم بالخير. أكيد. يعني طيب، نحن هون بلبنان شو بتشوف إنه هالغياب عن الوعي للشعب اللبناني؟ طبعا مش كله، لان في ناس مفكرين وفي ناس، لا الله لا يخلينا، الله لا يخلينا، ولكن في كثير، اذا فينا نقول، انحطاط بمقاومه الظلم. شوفي، الانحطاط مش بس عندنا، والظلم الاقتصادي خصيصا. طبعا 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 طبعا، نحن هلا عايشين نكبه يعني من وراء هالشيء، هذا الشيء اللي صار فينا. وهذا الظلم الاقتصادي موجود بالعالم كله، العالم كله موجود، يعني ما حدا بيفلت منه. كل بيئة إلى خصائصها، بس نحن يتجسد عنا بشكل، عند غيرنا يتجسد بشكل آخر. ولكن بس في منظومة دكتور حسن اليوم بلشت قبل الظلم الاقتصادي، اللي هي ظلم فكري، ظلم انتمائي. لا لا لا، الظلم هو نفسه ظلم. إياك تفتكري الظلم هو نفسه. طب لنوصل للسكوت هذا، شو يعني؟ احنا لأنه لذلك بقول لك لا مدنية حيث لا دين، فتنا بالتوحش. ولكن رجال الدين، بنشوف بعض رجال الدين عم بيستخدموا السياسي بعملهم. بيستخدموا. أنا عم قل لك عن الدين كدين، الفكر الديني. الفكر الديني، بس من يترجم الفكر الديني؟ كل إنسان مسؤول عن ذلك. هيدي يعني السيد المسيح جاي يحكينا كبشر، كأفراد يعني، كناس. كل إنسان، الإنسان هو مسؤول عن حاله. أسوأ وضع بيصله الإنسان في أي مجتمع كان، أسوأ وضع هو لما بيعتبر أنه غيره مسؤول عنه. أبداً. أساساً لما بيكون حدا مثلاً يحرم عنده إعاقة عقلية، شو بيقول عنه؟ هو غير مسؤول. حتى بالقضاء ما بيعود مسؤول، شهادته ما بتكون مسؤولة. إذا وقع على عقد يبطل، لأنه ما عاد مسؤول. هذه كلمة عدم إنسان غير مسؤول، قصة. صح. كبيرة. صحيح. فلما بني آدم يعتبر أنه غيره مسؤول عنه، العود بسلامتك يعني.
يعني لا هو مثل مسؤول ما على الشعب الحالة. عطى المسؤولين تيكونوا مسؤولين عنه، وطلعنا بنتيجة آه طبعا دمار كامل للوضع طبعا الاقتصادي. آه طبعا 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 يعني هذا لما الإنسان بيتخلى عن واجباته عن دوره، يعني طب هالهشاشة لما بالتخلي عن الإنسان الواجبات شو بيستقيل عن نتيجة، لما شو الإنسان أسبابها؟ بيستقيل، أوه هيدي أسباب تاريخية يعني؟ لا كبيرة جدا، ممكن تجاوزها كلها إذا رجعنا إلى زيت القواعد الأربعة، عرفت كيف؟ للحقيقة والعدالة للمجتمع والمحبة يعني طبعا، والحرية. والتكازات الأربعة للمجتمع طبعا. ولكن الحقيقة يعني هي المبدأ الأساسي، بده يصير في توافق على مبدأ الحقيقة، لأن إذا كل لا إنسان لا 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 عنده مبدأ بالحقيقة. لا 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 مش هيك مش هيك مش هيك مش هيك، في في خير في شر، في حق في باطل، دائما في أشياء تتناقض مع بعضها، يعني لا يمكن أن الإنسان يكون يعني شوي سارق وشوي نزيه، يعني يا أبيض يا أسود، إيه طبعا ما في لا 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 لا، هيدي قاعدة القياس، يعني على نحتاج. ضوءها يقوم معيار الحقيقة، بتصير بشوف الواحد دغري بيكون عنده مسطرة بيقيس على أي الأشياء يعني، صحيح إيه. والكتار بخافوا من هذه القياس، قاعدة القياس، صحيح لأنه قاعدة القياس تفتح دغري على شو؟ على السلوك، بخافوا من السلوك، إنه صح خلينا مؤمنين بالحكي يعني صح أسهل. متدينين بالحكي كذا إلى آخره، ولذلك بنشوف شو اللي صار. هيدي قاعدة القياس والسلوك أكيد بتحتاج لحلقة تانية منا دكتور حسن. نحن كتير حاضر، سعيدين أنك تلبيت دعوتنا الله يخليك، شكرا وشرفتنا شكرا لكم، ببرنامج بين المفيد والمستفيد، وإن شاء الله يكون في أكيد في استفادة عميقة منك، وإن العفو شاء الله كلنا بنستفيد من بعضنا من التفاعل مع بعضنا. أكيد، وإن شاء الله الله راد بحلقة تانية منكفي هالمعلومات القيمة والفلسفة اللي حضرتك والنظريات اللي عم تحكينا عنها. أعزائي المشاهدين، على أمل لقاء بحلقة مقبلة، الله معكم.